نظم المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة مؤتمراً بعنوان دور القادة الدينيين في الحفاظ على البيئة. إحنا كلنا ليس لدينا غير عالم واحد، هذا العالم هو الذي نعيش فيه، وإذا قمنا بتدميره فلن يتبقى لنا أي شيء، وسيكون هذا فناء لنا جميعاً. إن كان العالم يواجه اليوم إحدى الأزمات الشديدة التي تؤثر في حياتنا بالسلب، ونجد اهتماما دوليا للحفاظ على سلام العالم، لعلنا لا نبالغ إذا قلنا بأن الإنسان منا يشعر بمزيد من الحزن وعديد من الأسى عندما ينظر إلى واقع العالم الذي نحياه، وينظر يمينا ويسارا وشرقا وغربا، فيجد هذا الاختلال لعناصر الكون، ويجد هذا التغير لعناصر هذا الوجود. وليس أدل على ذلك أن الإنسان منا عندما يطالع خريطة العالم في الآونة الأخيرة، العالم بأسره يقف على حافة الخطر، فسلبيات التغير المناخي لا تطول فئة بعينها، لكنها تمتد لتشمل كل ما يوجد على كوكب الأرض. قضية التغير المناخ والبيئة ليست قضية وزارة البيئة وحدها، بل هي قضية الدولة المصرية، قضية المجتمع الدولي ككل، لأن الخطر لا يستثني أحد، لأن الأخطار تزايدت وتضخمت، ونحن نرى الآن كيف أن الظواهر الطبيعية الضارة تضرب بكل أرجاء العالم. الحقيقة الفكرة كلها ابتدت مع COP27 السنة اللي فاتت، مؤتمر الأطراف، وقبل المؤتمر كنا بنحاول ان احنا نشجع ونزيد الوعي بالمشاكل البيئيه. الحقيقه عملنا زي مبادره قبل مؤتمر الاطراف السنه اللي فاتت، وعملنا كمان مبادره تانية السنه دي من خلال المركز المسيحي الاسلامي اسمها انه كوكبنا. كل ده طبعا لان مصر رائده في العمل البيئي خلال السنه. انتهى المؤتمر بالعديد من التوصيات، منها تفعيل دور المؤسسات الدينيه في توعيه المواطنين باهميه الحفاظ على البيئه. عزيز داود، ميسات.